الشخصيات تبعك ممتازة كتير. وبالنسبة لشهاداتي مكتوبة بآخر الصفحة. طيب هذا الحكي حلو، بس أنا حابب أسمع منك أنت، يعني أفكارك بخصوص الطفل، كيف بتديري بالك عليه وشو بتساوي؟ بالنسبة لإلي أهم شيء هو النظام. مثلاً أنا ضد أني أحمل الطفل بحضني لما يبلش يبكي، لأنه تربية الطفل بتبلش من الصغر. أنا بهتم بالطفلة وبس، أما شغل البيت، التنظيف والغسيل وهالقصص أكيد رح يكون في بنت تانية تشتغلون، ما هيك؟ نحن أصلاً شخصين بالبيت وما في عنا فوضى بنوب. البنت اللي قبلك كانت تشتغل كل هالشغل لوحدها. تعالي لعندي يا بنتي، تعالي لعند خالتك حجية، يا حبيبة قلبي هالصغيرة شو حلوة. أنا رح أغذيكي وطعميكي منيح منشان تكبري بسرعة وتصيري صبية. ما عم تغذوها منيح مو هيك؟ طيب معناتها منفكر ومنرد اللي خبر، ماشي؟ ماشي. امسكي يا قلبي.